أدوات التواصل العلمي أهلا وسهلا. أما تقول لي أنه سوف يختلفون الفقهاء، هذا أيضا نعمة، هذا مو مشكلة. الآن الدولة تريد تطبق نظرية معينة، تشوف أن مصلحتها تقتضي فلان قضية، إذا تقول جيد أنا راح أعتمد على فتوى الفقيه الفلاني. الآن افترضنا الفقه استطاع فقيه أن يحلل أو يكتشف نظرية في تسويق البنوك الربوية بطريقة فنية، إذن راح يمارسوها بشكل بالطريقة اللي يرسمها الفقه اللي يسموها مضاربة. إذن هذا أن يكون الفقهاء مختلفين وأنه يبدعون في الاستنتاج، هذا شيء هو نقطة قوة وليست نقطة ضعف، أنه يخلي النظام الإسلامي حر أن يتكيف مع العصر وفقا لفتاوى هذا الفقيه دون ذاك الفقيه، وفقا لفتاوى هذا الفقيه دون ذاك الفقيه. بس الفقيه المعتبر، يعني الفقيه مو فقيه الفقيه الكذابي، لا فقيه صدق. مو اكو هواية ناس مثل ما ادعي النبوة، اكو ادعي الفقاهة، هو اللهم ما خلص يوميا واحد يدعي نبوة ايام زمان. اسام الناس اكو هواية يدعون فذولا مو فقهاء عمي ولا دارسين، ذول احنا نحكي فقيه. فقيه اليوم الدكتور اذا ما عنده شهادة تخرج ما حد يعتبره فقيه، يكون عنده شهادة تخرج وشهادة اجتهاد، اساتذة من طين شهادة اجتهاد، هذا فقيه عادل وورع ومتقي الى اخره. اذا هاي اختلاف الفقهاء نقطة قوة، التطور البشري نقطة قوة، ان يكون فتاواهم ظنية. احنا قلنا قبل نقاط قلنا انه الله تعالى هو قرر حجية فتاوى هؤلاء الفقهاء ليتفقهوا في الدين، واجى رسول الله قال الفقهاء امناء الرسل، من حفظ على امتي 40 حديثا حشر الله يوم القيامة فقيها. هو رسول الله قرر حجية هاي الفتاوى وان كانت ظنية، والا ما عندنا غير طريق، ما عندنا غير طريق. اذا ما نروح للفقهاء، اذا من ناخذ الفقه؟ ناخذ من المقاهي، لو ناخذ من الانترنت، لو ناخذ من مثلا الفنانين، لو ناخذ من الشعراء. بس كل واحد لاحترامه، بس كل واحد له شغله وتخصصه. اذا ما نعتمد على الفقهاء، اذا نسد باب معرفه الاحكام الشرعيه، خلص معناته نصير بعد بلا دين. اصلا دين بعد ماكو، بلا فقهاء يعني الدين ماكو. واذا هذه المشكلات اللي تثار نسميها مشكلات فقه الشريعه، هذه مشكلات كلها يعني قابلة للنقد والمناقشة، وممكن في الملزمة تجدون مزيد من الشرح إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.